تختتم اليوم في بريطانيا 4 أيام من الاحتفالات باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش، وذلك بخروج عروض فنية تجوب شوارع وسط لندن، مع توقعات بأن يشارك عشرات الآلاف على مستوى البلاد في الحفلات. وستقام سلسلة من حفلات الغداء بمناسبة اليوبيل البلاتيني في أنحاء بريطانيا، ويقدر عدد الحاضرين بنحو 16,000، بينما يقام 600 حفل في دول أخرى منها كندا والبرازيل ونيوزيلندا واليابان وجنوب أفريقيا.